بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بالجميع، مرحبا بالشباب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. المشاهدات في المقاطع اللي نزلتها في القناة ممتازة جدا، والحضور عالي ويمكن يكون كاملا، ونتمنى للجميع التوفيق والفائدة. عموما أنا نزلت المقطعين الأولى بالنسبة للسادسة اللي هو كان 5، والمتوسطة سوبر جول 5 معدلة، نزلتها معدلة بصوت أعلى وجودة أعلى علشان تتم الفائدة إن شاء الله. ونسأل الله أن يوفق إلى كل خير، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه. طيب اليوم عندنا في لايف ستايلز بيج 4 و 5، let's begin. Grammar today. Okay, grammar. Simple present tense. Habitual activities. تذكروا يا شباب كلمات مثل always, usually, often. عفوا. قلنا ايش نعمل؟ usually, always, often, sometimes, rarely, seldom. كلمات مرت علينا في الدرس الماضي، الان حندرسها اكثر يعني تفصيلا. Okay, let's begin. Here you see do and does. Do with first person, does with the third person singular. Okay, do with does he and she. Do you usually drink coffee? Do you usually drink coffee? You see here, this is the verb, drink. يشرب. Usually adverb or frequency. هذا اللي بندرسه اليوم وبناخذه بالتفصيل. Okay, السؤال do you usually drink coffee? Okay. I rarely drink coffee. كل إنسان له يعني عادة معينة وأسلوب حياة معين. شخص معين يقول I rarely drink coffee. Okay, I always drink coffee. I sometimes drink coffee. And so on. Okay. هذا بيخيرنا. طيب. I rarely drink coffee. Yes. Next here, she drinks. Okay, for example, does she or does he usually drink? Does he or she usually drink coffee? She drinks coffee now and then. هو أو هي يشرب القهوة الآن ثم بعد ذلك. طيب. Adverb. Expressions of frequency. الآن نتكلم عن هذه الكلمات التي الحال اللي يدل على التكرار. 100% of the time. You see on page 4 in the green box. في الصندوق الأخضر يا شباب. لاحظوا النسبة المئوية من 0 إلى 100 في الكتاب. 100% of the time. We will use always all the time. Okay, نستعمل كلمات من كلمة always, all the time. Always تأتي قبل الفعل. Okay, all the time. ماشي أنا بتوقف هنا علشان okay, sorry, let's back now. قلنا نعم always معناها دائما, all the time. كل الوقت. All the time تستعمل في آخر تقريبا الجملة. الآن حيذكر إن شاء الله لاحقا. Okay. From 99% or 50% to up to 99%. من 50 إلى 99%. استعمل كلمات مثل usually, عادة, generally, normally, frequently, often, regularly. Usually عادة, عموما, طبيعيا. يتكرر ذلك غالبا
بانتظام. كل الكلمات هذه يعني لها من نسبة معينة. كل مثلا يوجوالي نقدر نقول من 99%، جنرالي في الثمانينات، نورمالي في السبعينات، في الثمانينات، فريكونتلي يتكرر دائما، ممكن نقدر نقول في التسعينات، اوفن في الثمانينات والى التسعين، ريجولارلي بانتظام ممكن في الخمسينات الى السبعينات. كل انسان يستعمل كلمه على حسب ما يناسبه من الاكشن. طيب 20 بيرسنت اب تو 49 سم تايمز كي جنرالي فروم تايم تو تايم سم تايمز بعض الاحيان اوكي جنرالي اللي هو في المناسبات from time to time من وقت لآخر. 1 up to 19% once in a while مرة يعني أحيانا أو في بعض الأحيان. now and then الآن وسوف يلحق لاحقا، يعني مثلا واحد في الشهر مرة أو ما شابه. hardly ever بالكاد seldom نادرا rarely مثل أيضا نادرا. Zero, never. Never. For example, Muslims never lie. Muslimun la yakdibun abad. طيب. I rarely eat junk food. لاحظ وين موقعها. I rarely eat. This is the verb. And this is rarely before the verb. Okay? I rarely eat junk food. am usually a salad and fruit person. لاحظ هنا جت usually بعد الكينونة verb to be، تأتي قبل الفعل أو تأتي بعد الكينونة. Okay, but I'll eat a piece of pizza once in a while. مرة لأخرى. لاحظ once in a while عبارة طويلة expression، تمام، جت في الأخير في آخر الجملة. Okay, adverbs of frequency usually come before the verb. عادة يأتي قبل الفعل. واضح؟ مثال لأول، لاحظوا rarely أين أتت. Okay. However, they come after the verb to be. وتأتي بعد الكينونة اللي هو am is were. Expressions العبارات. مثل الكلمات التالية اللي عندك عبارة ليست حال يدل على التكرار، إنما هي عبارة كاملة. Expressions such as all the time، كل الوقت. Now and then، يحلق الآن وسوف يفعلها مرة أخرى. مثلا once in a week in a while، مرة في كل حين مثلا، أو من فترة لفترة. Twice a week مرتين في الأسبوع. Once a month every two months كل شهرين. Usually come at the end of the sentence تأتي عادة هذه الكلمات والعبارات expressions نهاية الجملة، ممكن حتى تأتي في بداية الجملة إن كنت يعني تعني تركز عليها، لكن الأدverb تأتي قبل الفعل وبعد الكلمة. Some adverbs and expressions can come at the beginning of the sentence. ممكن يأتي في بداية الجملة على حسب استعمالك. وأنا أقول دائما إذا كنت تريد أن تذكر وتحدد مدى التكرار وكان يهمك أنك تقولها فتبدأ فيها هي. Sometimes Hamid works late. Sometimes Hamid works late. لاحظ جاء في الأول. From time to time من وقت لآخر he brings work to do at home. يأخذ عمله إلى بيته من وقت لآخر. فأنت هنا مركز على أنك تذكر الـ adverb of frequency. Okay. Let's now do the next exercise. Oh sorry يعني لا خلينا نعرف القاعدة بعدين نسوي الأسئلة. Quizzes with how often, how much, how long. How often, how much, how long. How often. يعني سؤال عن التكرار. How often do you use your cell phone? كم مرة تستعمل تلفونك؟
I use it 20 times a day. 20 مرة. إذا ممكن تقول I always use it. Okay. How much time do you spend in the shower? كم تقضي وقتا وانت يعني عند الاستحمام؟ I spend about 5 minutes. لاحظوا how much. سؤال عن الزمن. How long? How long do you spend on your homework? كم تقضي وقتا على واجبك؟ Much سألت عن الزمن. Long أيضا عن الزمن ولكن ما هو موجود كلمة time هنا لاحظ بعدها دو فوق. I spend about 2 hours every night. ساعتين كل ليلة. لاحظوا يا شباب يعني كبداية أتكلم عربي كثير وأحاول أتكلم زي ما يقولون warm up يعني شوية شوية خطوة خطوة ندخل في اللغة أكثر وأكثر ونستعمل اللغة الإنجليزية أكثر وأكثر تقريبا إن شاء الله بإذن الله في أيام كذا وإن شاء الله نكون أفضل وإذا كان في فصول افتراضية يبين لي مستواكم وما شابه وننطلق إن شاء الله بإذن الله. Okay, next now here exercise A. Rewrite the sentences in the opposite. Use the words in parentheses. Between brackets you see here. Adverb of frequency. كلمات للأدverb of frequency. موجودة بين قوسين. تغير الكلمة الموجودة في الجملة. مثال جمال frequently exercises. لاحظ الاس هنا. It's a singular. Third person singular. Okay, جمال. غائب مفرد جمال frequently نغيرها إلى seldom جمال seldom غيرنا الكلمة هذه فقط بالكلمة اللي بين قوسين سهل التمرين يا شباب يلا مع بعض Abraham constantly talks on the phone نبغى نغيرها rarely Abraham rarely talks on the phone واضح كان أول معتاد الحين نادر okay my brother occasionally checks his email my brother this is occasionally you see change it to off نغيرها إلى off my brother often checks his email واضح عبارة أخرى برضو my brother checks his email often. استمنا في آخر الكلام. Okay, I sometimes surf on the internet. أتصفح الإنترنت. Okay, بعض الأحيان. أنا أقول once in a while. من فترة إلى أخرى يعني. بتباعد. Okay, I surf on the internet once in a while. من العبارات الأفضل تكون بالأخير. عبارة. Okay, I surf on the internet once in a while. Next, number 4, Kasim always arrives. This is a verb, you see, and this is the verb of frequency. لما غيرها نقول Kasim what? حين تأتي يعني. فكر قبل أن ترى بحل. Okay, at work on time. هذه هي عبارة. Does Kasim hardly ever always at work on time? تأتي قبل. ما usually drinks tea instead of coffee from time to time. أتوقع هذه واضحة. يمكن توضح أكثر. أين سوف تكون تستعمل؟ تستعمل في نهاية اليوم. ما drinks tea instead of coffee from time to time. حذفنا usually. وأضفنا هذه بس ليس في مكانها في آخر العبارة. Okay, now ask questions about the people in exercise A. سوف نسأل أسئلة عن نفس الأشخاص اللي موجودين في نفس التمرين الأول. A. Abraham. Okay, second one, my brother. Okay, no, is here. Okay, now number 3. Okay, 4, Kasim. 5, ma'am. Okay, let's do it now. How often does Jamal exercise? Okay, what
Okay, this is an example how often down geometric exercise. عبارة الأولى. Okay, number one. How often what? How often? How often? Okay, this is Ibrahim. Does or do? Does. Does. How often does Ibrahim talk on the phone? Okay. شيل الادفيرب فريكونسي الموجود هنا تحذفه اللي موجود في الجمله وتحذف الاس وتضيف بدال الاس does كيف البدايه صار سؤال اوكي how often does ابراهيم توقع عيدها مره ثانيه تحذف الادفيرب فريكونسي طبعا هو اللي حيكون الجواب طبعا انت تسال والاس تنحذف برضه ويضع بدالها does اوكي يوضح كمان محتمل اللي بعده how often my brother also third person singular استعمل ايضا معه does okay. how often does your brother check his email okay how often dear what I how often do you how often do you surf on the internet okay Next, number four, Cassie. Does. How often does Cassie arrive at work on time? لاحظوا نفس الطريقة. وضعنا does في الأول وحذفنا ال S. Okay, الجواب حتجاوب من هنا من بعد does. Cassie, okay, hardly ever arrives at work on the time. On time. زي ما حليناها في رقم أربعة في تمرين. Okay, how often مها how often what do or does does how often does مها drink tea instead of coffee very good. أتوقع إن شاء الله بإذن الله فهم التمرين. عموما الفيديو عندك موجود تستطيع أن توقفه متى ما شئت وتحل أنت بنفسك بعدين. تمشي الفيديو وتشوف الحل من معلمك وهكذا تحل انت كل تمرين اولا انت اوكي سي ورك ويز ا بارتنر اسك اند انسر كويستشنز اباوت بيبلز هابيت اند روتينز عندنا سبع صور صوره محلوله وست نحلها ان شاء الله مع بعض نسال عن كل واحده فور اكزامبل ادنان اوكي Normally, even. How to ask? What does Adnan? What does Adnan normally do in the evening? Okay. He normally studies, or he usually studies. He always studies. Regularly studies, okay? إيش يعني ماذا يفعل عدنان عادة طبيعيا في الليل في المساء تجاوب انت وتستعمل adverb of frequency على حسب المناسب He usually studies عادة يدرس عادة هي أحسن كلمة لأن always ممكن أنه يتوقف في يوم يأخذ إجازة مثل الجمعة أو ما شابه طيب usually خلاص اذا هي اللي بعدها فواز الان نشوف فارس first generally for lunch okay what does فارس generally eat for lunch what does فارس generally have for lunch you see here have because there is does here عندنا does خلاص الفعل يصير infinitive في المصدر صوت شوي اوكي he generally eats a burger and a soda for lunch he generally has a burger okay number two Frank and Ellie occasionally in the park what do Frank plural here موجود جمع ما هو ما هو singular لذلك ما نحط does what do Frank and Ellie
occasionally do in the park. Frank and Ellie occasionally play tennis in the park, okay? نقدر نحلها برضو بطريقة ثانية. Frank and Ellie play tennis in the park occasionally. ممكن نضعف الأخير. Okay, next. Emma seldom after dinner. What does Emma seldom do after dinner? Emma seldom washes the dishes after dinner. She seldom washes the dishes after dinner. Next. Emma and his family. What? هنا جمع. واضح؟ إذا نقول what do Ahmed and his family often do? What do Ahmed and his family often do on the weekend? إيش عادة يسوون على نهاية الأسبوع؟ إجازة الأسبوع. Ahmed and his family often go to the park on the weekend. Very good. Okay, next. Picture 5 now, you see? You see this figure here? Kale sometimes with his friend. What does or what do? What does? Yes, what does? What does Kale sometimes do with his friend? Kale sometimes goes bowling with his friends. Very good. Okay, here Ben. Ben now and then. Ben, what does? What does Ben do now and then? ماذا يفعل الآن ولاحقا؟ Okay. Ben gets a haircut now and then. سوف يقص شعره ولاحقا سوف يقص أيضا مو قصة واحدة في العمر. طيب. Okay. طبعا كل شهرين أو شهرين. How often now? This is the exercise D. وآخر تمرين وتمرين جيد لكم وفيها تتصرفون أنتم بأنفسكم تتكلمون عن حياتكم اليوم. Okay, how often do you do activities in exercise C? الأشياء اللي مرت عليك في صورة C. في تمرين C. 7 صور. حلاقة، تلعب، تطلع مع عائلتك إلى الحديقة، تأكل غداك على سبيل المثال، دراستك. أنت تتكلم عن نفسك. Okay, write sentences using the adverb of or expression. For example, على سبيل المثال تقول أنت مثلا I usually do my homework. Okay, أنا عادة أسوي واجباتي in the evening. Okay, compare sentences in small groups. وفي مجموعة صغيرة تقارن مع صديقك أو صاحبك أو شخص آخر جملة. طيب نشوف الآن طبعاً الجملة حتكون مختلفة من شخص إلى آخر. نعطي مثلا مثال. أحمد أوكي يس أحمد usually أوكي أحمد usually has كبسة for dinner for lunch. مرة ثانية عيدها. أحمد usually has كبسة for lunch. أحمد عادة يتغدى كبسة. مثلا على سبيل المثال شخص آخر مثلا يقول ألي. Okay, Ellie sometimes play football in the park. مثلا الأخوات ولا ما شابه غسيل الصحون وأشياء زي كذا. مثلا في الصورة الثالثة نقدر نقول نذكر أي واحدة مثلا نقول فاطمة. Okay. Yes, Fatima sometimes washes after dinner. Washes the dishes. تغسل الصحون. وهكذا بالعبارات الأخرى من شخص لآخر تختلف. التمرين الآن. I normally get في التمرين دي. I normally get a haircut every 2 months. Now. In exercise E, write sentences about things you usually always do. أشياء أنت تفعلها دائما عادة. And you seldom
never do. تمام؟ Write at least two full sentences. جملتين خطأ. تمام؟ عن نفسك. وصديقك هو اللي يحدد انها خطأ او صح. Read them to your partner. اقراها لصاحبك او زميلك. Can your partner guess which sentences are true and which sentences are false? افرض عبارتين او اربع عبارات انتين خطأ وانتين صح او عبارة عبارة انت حر تبني جملة عن نفسك. لاحظوا التمرين اسفل حاط لكم ستة عبارات كذا كمثال نذكر لكم بعضها. I usually hang out with my friends at the mall. اتمشى في السوق او يتسكع وما شابه. طبعا هذه ما يسوونها الشباب. اذا زميلك يعرف من انت من الناس يقول ايش true or false. هنا مثلا على سبيل المثال حل الكتاب true. اوكي لم يصلح طبعا الكتاب للبنات شو اسمه ذا للبنين. فالبنات يدخلون الاسواقي ونعم يقضون وما شابه. فهي من شخص لاخر يختلف. لكن الكتاب هنا حاطها true. I never watch TV on the weekend. Oh, never? Never? Huh? False, of course. Now, what's top sentences here? And I usually help my mother in housework. إيه من شخص لآخر يختلف. قلنا الكتاب للبنات وللبنين. فمثلاً usually ممكن للبنات. طبعاً الشباب لازم تساعد أمك في أعمال بيتك أعمال البيت ولو بعض الأحيان. العبارة هذه تختلف من شخص لآخر. ممكن شخص مثلا false sometimes. اوكي شخص آخر يقول usual في فتيات ولا ما شابه. اوكي I never eat fish. I never. اوكي false. اي اوكي مثال آخر. I always go shopping on Friday. false. طبعا انت تحدد تعرف زميلك وتعرف يعني عادته. I seldom go to parks. نادرا غالبا ما عفوا ما يندر انك تذهب الى الحدائق. طيب او المنتزهات. اوكي يس ترو. وقت الدراسة. I usually drink coffee every morning. اوكي ترو. هذه عبارة I never play football. I never. من سعودي عربي. No. I never play football. Okay, false. Okay, this is our lesson. Goodbye, everybody. أتمنى يا شباب أنكم كلكم فهمتم. عموما أعيد وأكرر المقطع موجود عندك وبين يديك وتستطيع أنت توقف حيث تشاء وتكتب وتعبي الكتاب عندك وتكتب وسجل ملحوظاتك. ونتمنى التوفيق للجميع وإلى اللقاء.